كان خليت لي واحد يا ربي منهم. غلت تعبت، غلت انهانت، غلت ذبحت سكينة حافية وما حد دور علينا. فقدت شعوري أنا، فقدت شعوري، ما ظلش إلا شعور. أنا ظل شعور إنها بلد، يحطوني عنده وخلاص. مش مكان آمن ولا في رفح ولا خان يونس ولا غزة ولا مكان آمن في كل قطاع غزة. في استهدافات في رفح، فيش مكان آمن ولا في رفح ولا خان يونس ولا غزة ولا مكان آمن في كل قطاع غزة، فيش مكان آمن. جابوا النازحين على رفح وهيك شايف الاستهدافات في رفح كيف، كل يوم في استهدافات. ضرب زي هذا في سوق حيوي في منطقة حيوية، إنه اليهود بيفرقش مع حياة المدنيين. وقف الحرب، ما ظلش لنا حاجة، دورنا انهدت، أولادنا شردوا، إحنا شردنا، انقصفنا، ما ظلش حاجة. إيش بتطلعوا في المدنيين قاعدين؟ كل قصف مدنيين. غزة تعبت، غزة انهانت، غزة ذبحت سكينة حافية وما حد دور علينا، عايشين في الذل وفي الهوان وفي الفقر وفي القصف وفي الموت.